السيسي يوجه بتخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد والرئيس عباس يشهد قداس منتصف الليل. سوريا تعلن عودة أكثر من 4 ملايين مواطن إلى مدنهم. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرينتش موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، منها 80 مليون من صندوق تحيا مصر. وخلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة أكد الرئيس حرص الدولة على تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدا المتفوقين تكريسا لقيمة الاجتهاد والعمل الجاد. ووجه السيسي الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها توفير مزيد من الدعم والرعاية لهم، كما وجه بإعداد بيان إحصائي شامل عن ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر. أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. احتفل الأقباط الكاثوليك وأتباع الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد المجيد في مصر، ورفع رؤساء الكنائس خلال قداسات العيد صلواتهم لمصر وشعبها، فيما خصصوا رسالاتهم بتلك المناسبة للحديث عن السلام. هذا وقد شهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس قداسا منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا ببيت لحم. كان آلاف المسيحيين القادمين من جميع أنحاء العالم احتشدوا في بيت لحم لإحياء عيد الميلاد المجيد. أعلنت اللجنة السورية العليا للإغاثة أن إجمالي عدد المواطنين العائدين إلى بلداتهم في جميع المحافظات بلغ 4,200,000 مواطن حتى الآن، فيما انخفض عدد المهجرين داخليا إلى 2,919,000 مواطن. وعقدت اللجنة اجتماعا بالعاصمة دمشق ناقشت خلاله مقترحات المنظمات الدولية المتعلقة بعملية تسجيل الأسر المستهدفة بالمساعدات الإنسانية. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه إقالة جيروم باول محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي من منصبه. وذكرت مصادر إعلامية أن ترامب أبلغ وزير الخارجية ستيفن موتشن أنه لم يقترح إقالة جيروم كونه لا يملك الصلاحية القانونية لذلك. وسجل مؤشر داو جونز هبوطا تاريخيا بسبب تقارير تفيد باعتزام ترامب إقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.